عضة برغوث أمر طبيعي جداً، جميعنا معرضون لها، لكن تلك العضة دمرت حياة شاب أمريكي يبلغ من العمر 35 عاماً. فقصته المأساوية بدأت بعضة برغوث بسيطة وانتهت ببتر قدميه ويديه. مايكل كولهوف من ولاية تكساس أصابته أعراض تشابه أعراض الإنفلونزا في 19 من يونيو الماضي. توجه للمستشفى لكن سرعان ما ساءت حالته لينقل إلى وحدة العناية المركزة إثر معاناته من تعفن الدم وفشل في بعض أجهزته الحيوية. مايكل الذي يعمل كجليساً للحيوانات الأليفة اكتشف لاحقاً أنه تعرض لعضة من نوع من حشرة البرغوث التي قال أطباؤه بحسب الديلي ميل إنها تعيش في ولايتي كاليفورنيا وتكساس. هذه العضة نقلت لمايكل مرض التيفوس الذي من شأنه إذا لم يعالج أن يسبب تلفاً تدريجياً لأعضاء الجسد، قد يطال الكبد والكلى والرئتين والدماغ بحسب المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض. أما عن حشرة البرغوث تلك فهي تعيش على أجساد القطط والجرذان وتنقل مرض التيفوس عند ملامسة برازها مع جرح شخص ما أو حتى إذا فرك عينيه بعد لمسه.